بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن نصر عباس. اهلا وسهلا كابتن، منورنا. الله يخليك كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل المشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. نجومك الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلال. كابتن ماتش كابتن احمد فاكره ولا مش فاكره الاول؟ ماتش بتاع اربعه الاهلي والمقاولين. ست اربع تجوان انا بيه. اربع تجوان كل مره كابتن هتفكرنا بيه. جبت الماتش دوت انا كمان كنت فرحان بيه لان حسبت ركنتين جزاء فيه. طبعا كابتن ايمن كان ماتش جميل جدا جدا، كان ماتش مثير، كان ماتش فيه كوره، يعني كره قدم حقيقيه. مباراه النهارده بنقول صعبه، بدايه من الدقيقه 85 يا كابتن علاء. يعني شوف احنا بنتكلم على التحكيم النهارده، حكم من الدقيقه الاولى الدقيقه 85 مفيش مشكله خالص عنده. النادي الاهلي طبعا متفوق في الاداء وفي النتيجه وفي الملعب واسع. بدايه من دقيقه 85 النهارده المباراه صعبت على طاقم التحكيم وعلى طاقم الفار. انا بقول الكلام ده في البدايه ليه؟ لكل حكامنا، انك انت كحكم لابد انك انت عندك اليقظه والتركيز والاهتمام حتى الدقيقه 90 او 96 على حسب الوقت الضايع ما انت حسبته. لا تامن غدر المباراه، لان لعبه واحده بس يا كابتن ايمن ممكن تيجي لك تبوظ كل المجهود اللي انت عملته خلال المباراه. هنروح لطاقم التحكيم النهارده. محمد عادل الحكم الدولي كان هو حكم الميدان، على الخطوط كان المساعد رقم واحد احمد توفيق طلب، وكان عندنا رضا جبر الحكم المساعد الثاني، وكان عمرو جلال الرابع، على الفار وائل فرحان ومحمود ناجي. محمد عادل كان اخر مباراه ليه مع الاهلي كانت مباراه بيراميدز، كان قدم مباراه كويسه جدا جدا. النهارده بيلعب للنادي الاهلي في فتره مش كبيره. صحيح. انا بقول الكلام ده برضك ايضا ليه؟ لان احنا برضك بنقول ان المسابقه مهمه جدا يا كابتن ايمن. ما عنديش مشكله ان انا اقرر الحكم. ما عنديش مشكله كابتن احمد ان انا اقرر الحكم طالما الحكم معاه لو متميز ومتميز. أي. مفيش مشكله خالص. صحيح. ولكن انا نمره واحد كمسؤول لجنه الحكام، انا يهمني المسابقه. مظبوط. مسابقه الدوري انا جاي عشان خاطر اشتغل على المسابقه، وبالتالي هنا مفيش مشكله ان محمد علي النهارده يدير لقاء النادي الاهلي في فتره قليله طالما هو حكم متميز وما عندوش مشاكل مع الفرقتين. هروح للحلقه الاولى سريعا ونشوف هنا حاله ومفهوم مهم جدا جدا. نشوف هنا في مخالفه تم احتسابها على النادي الاهلي. ستوب. هنا نقول ايه؟ مخالفه، لاعب اسوان خد الكوره، ثبت الكوره ولعب بسرعه كابتن. هل القانون بيقول للحكم يرجع؟ لان لعبه النادي الاهلي مش مترتبه او المدافعين مش موجودين. نروح نشوف الحاله دي، حاله مهمه للمدربين، ثقافه للمدربين. نشوف الحكم هنا في مخالفه خلاص. شوف هنا لعيب النادي الاهلي هم وقفوا. طبعا هنشوف لاعب اسوان عمل ايه. شوف حط الكره ولعب مره واحده. خلي بالك كره القريب من المرمى كان ممكن لاعب اسوان يروح ويجيب جول وهدف سليم. دي ثقافه بنقولها للمدربين، خلي بالك لما يكون في فاول حاجه اسمها التنفس السريع الحكم ما عندوش مشكله، انا مهمتي ان انا استأنف سريع، وانا كانت ممكن تبقى هجمه. والكلام ده للاعبين للمدربين كمان للحكام. الحاله اللي بعد كده حاله من الحالات المهمه جدا. شوف الكل اعتقد ان هنا في مخالفه باليد، وهنمشي طبعا بالدليل وبالبرهان. نشوف اولا هنا في تسلل ولا مفيش تسلل. هنا في تسلل، دي بدايه خلاص، دي لعبه ثابته. ونشوف هنا الكره. السؤال كابتن شريف كابتن اسامه، الكره النهارده اللي بتبقى معموله اوفر كابتن علاء، انتوا لعبتوا كوره طبعا على مستوى كبير، ولو حصل ان ايد جت في الكوره ايه المفروض يحصل؟ ستوب، هتقف الكوره، هتقف يا اما تروح في الاتجاه المعاكس. طب نشوف هنا الكوره راحت فين. نمشي بقى، خلي اللايف على طول، نمشي باللايف من اول خالص. هل الكره النهارده سرعتها قلت؟ مشيت مسار، نمشي على طول. لا ما توقفليش، نمشي على طول، نمشي لما توقفليش الكوره. هنا الكره اولا ولا سرعتها قلت ولا غيرت اتجاهها، وبالتالي هي راحت في الاتجاه على طول. هنا مفيش مخالفه لمس الكره بالايد، وهنا الحكم المساعد والفار اكدوا ان كان هناك مخالفه التسلل لحظه لعب الكره، وبالتالي هنا كان تسلل كابتن شريف، كان تسلل يسبق اي شيء، وبالتالي هنا لا يوجد هدف لاسوان. البعض يقول لك هنا في لمسه يد، لا اللمسه دي مش موجوده اساسا، لان زي ما قلت هنا الكره الكاميرا والصوره احيانا هنا مش بتوضح كابتن، وده اللي احنا بنقوله دايما ان التقنيه في الفار غير اللي موجوده على الشاشه. صح. هنا القرار قرار صحيح الحكم، ولا توجد مخالفه ابدا، وهنا الهدف هنا تسلل واضح على لاعب اسوان. نمر ونروح للحاله اللي جايه، حاله من الحالات المهمه جدا. هنا المطالبه بركله جزاء. نشوف كابتن هي الكره صدمت بايه؟
راحت فين؟ هي ليه ما لهاش زاويه ثانيه يا كابتن؟ ما انا هحاول. خلينا ناخد اللقطه اللي قدامنا يا كابتن شريف ونتكلم في موضوع الزوايا برضك. عندنا مشكله في الزوايا صحيح. كتير جدا بنتكلم كل حلقه بنتكلم على التصوير على الزوايا على الكاميرات، ولكن هنا بنشوف طبقا للحاله اللي هنا قدامنا الكره تصطدم بالصدر وليس باليد، وبالتالي هنا الحكم هنا اشار باستمرار اللعب والفار طبعا عمل كونفيرم على القرار، مفيش مخالفه لمس الكره بالايد كابتن احمد، القرار الحكم كان قرار سليم. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. هقف هنا مهم جدا جدا، هنا انذار لايمن اشرف. نشوف الانذار، دايما بنقول انذار للتهور وليس لاي حاجه ثانيه غير التهور او استخدام قوه زائده في كارت احمر. شوف هذه اللعبه حاله من الحالات المهمه جدا، وزي ما قلت للحكام ما تشتغلش على الشكل العام وخد بالتفاصيل. انا السؤال هنا، وايمن هنا ارتكب مخالفه الانذار، ده السؤال. هل هنا في تهور من ايمن؟ نشوف اللعبه ثاني. نشوف خلاص هو رجليه ونزلوا الاثنين نزلوا على الارض، ده هو شر رجله، اي مخالفه شر رجليه بالظبط، مفيش مخالفه الانذار يا محمد مظبوط. ما تخش على الشكل، والشكل دوت يعني اللاعب ياخد بطاقه، وهذا لاعب ممكن ربما يكون عنده بطاقتين، هنا البطاقه ممكن توقفه، ولكن العب على التفاصيل من فضلك، لان انا شايف ان هنا انذار غير مستحق لايمن اشرف. هنا مفيش حتى الرجل ما راحتش ابدا في القدم ولا عملت اي حاجه، غير ان ده خطا عادي باهمال ممكن تصفر عليه بدون بطاقه صفراء، انذار غير مستحق لايمن اشرف. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده، حاله من الحالات المهمه، واحنا بنتكلم هنا في هذه القناه بكل مصداقيه. شوف هنا بقى كابتن، هنا مساعد رقم واحد. شوف انا عامل مقارنه هنا كابتن احمد، كابتن علاء، مهمه جدا جدا للحكام المساعدين. اللعبتين جايبهم من نفس المساعد. ايوه. طيب هو هنا عمل ايه يا كابتن؟ نشوف الشحات سليم ولا مش سليم؟ سليم، موقف سليم. متغطي. نشوف نمر ونشوف، هنلاقي هنا اشار على التسلل على طول. ايوه. اشار على التسلل، احنا قلنا البروتوكول بيقول ايه؟ نقف بس. استنى. عامل دي ليه؟ مظبوط. هنا خلي بالك، هنا اللعبه لو راحت لحسين الشحات سند راح انفراد، ممكن يجيب هدف. مظبوط. انت النهارده ما عملتش الديلي وما طبقتش البروتوكول، حكم مساعد دولي. صحيح. من فضلك خلي بالك ان دي حاله من الحالات اللي هي لا يوجد تسلل، وبالتالي انت خالفت البروتوكول فيها. مظبوط. واشرت على التسلل. نروح للحاله اللي بعد كده، هو نفس المساعد. نشوف نمر ونشوف، ادى الادفانتج هنا، نشوف عمل الديلي، يعني بص عكس. طبعا. يعني في اللعبه صح. واضحه صح، هنا اللاعب واضح جدا ان هو في تسلل. ايوه. كان يجب عليك انك انت تشير، ومتطرف كمان يا كابتن، الكره متطرفه اصلا جدا، الكره متطرفه، الكره بره، واستنى عليها، يعني دي مش كره جول، يعني فاهم قصدي؟ استحاله تكون كره جول. انا بسال بس سؤالك، كره جول دي اعتقد من وجهه نظري ان اللعيب يبقى مباشر بيجيب رايح بالزبط. يجيب جول، وكمان مش يلعبها بالعقر. لا يا كابتن صح، تاكيدا لكلام كابتن، اللعبه واضحه. انا بقول للحكام المساعدين من فضلك، من خلال قناه الاهلي، من فضلك اللعبه واضحه، انت بتعمل ليه عليه ليه؟ ده انت عكست الاولانيه بتاعت حسين الشحات، لا توجد تسلل، واللعبه هنا واضحه، يعني كان يجب عليك انك انت تشير على تسلل من غير ما تعمل الديلي. لعبه الشحات لا توجد تسلل، وكان من الممكن النهارده تعمل الديلي فيها، وكان ممكن يجي فيها جون، ولكن طبعا هنا تسرع المساعد هنا مخالف لتطبيق البروتوكول. نروح للحاله اللي بعد كده. ايضا شغلنا مش بس حالات تحكيميه كابتن ايمن. أيوة. ولكن حالات تحكيميه توقع ستوب والمكانك ستوب. هو انا يا كابتن اصلا هو انا موجود فين؟ ارجع تاني صح، هرجع تاني، ارجع تاني من فضلك لو سمحت. ستوب خلاص، احنا قلنا دايما الحكم بيبقى حاصر اللعب كله كابتن بينه وبين مين؟ الحكم المساعد. مظبوط. هو هنا واقف صح تمام، يعني هو كاشف هنا وكاشف هنا وكاشف، حتى المساعد كاشف كل الدنيا. طيب نشوف الباص هنا، لاعب النادي الاهلي عمل ايه؟ نشوف هنا خرج ستوب، انت كده دخلت في محيط اللعب صح، كان يجب عليك انك انت تقف مكانك، تخلي اللعب يستمر، يبقى اللعب قدامك، ما تبقاش انت داخل يا كابتن ايمن في محيط اللعب، تعمل مشكله للاعبين وتعمل مشكله لنفسك. مظبوط. شوف هنا الكره لما جت اصطدمت هنا بالحكم، دي ناحيه اسمها التوقع والتمركز، بنقولها لجميع حكامنا من فضلك، كل مره بنقول الكلام ده اشتغل على نفسك في الملعب واتمرن، لان لا يجب عليك انك انت تحصل في الكلام ده، يحصل في منطقه الجزاء داخل الصندوق. محمد علي، انت كنت خرجت من البدايه، ولكن لا تخش او تدخل في محيط اللعب. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. حاله من الحالات المهمه جدا، وهنا علي لطفي. كابتن انا بسال سؤال، هرجع تاني. كمل. هنا في تسلل، انا معاك وانت عملت الديلي. نشوف هنا تاني، رجع تاني
نرجع تاني هنا علي لطفي طلع اوكي ستوب بقى. كام لعيبه عندي من الازرق؟ تقريبا 8 لاعبين يا كابتن. نمشي ونشوف. نمشي ونشوف دي هجمه ممكن تيجي جول. ستوب. انا حارس المرمى خرج الكوره وانت كحكم مساعد ممتاز رفعت وعملت الدليل ان كان في لاعب من اسوان في موقف تسلل. طب انا كحكم هنا هو لابد ان انا اشير على تسلل او اصفر؟ كمل خلاص تسلل والعب خلاص. النادي الاهلي رايح رايح خلي دي اسمها توقع. وهنا ممكن النادي الاهلي يروح بهجمه لان هنا تفرق كتير جدا 4-3 5-4 كان ممكن النهارده ممكن يجي منها هدف للنادي الاهلي. تمام. نشوف تاني هنا اللعبه الاخيره تقريبا حاله من الحالات المهمه جدا احقاقا للحق. ونتكلم على الحكم محمد عادل. هو هنا الكل يعني او البعض قال ان هنا في صفاره حصل ان هو صفر قبل الهدف ما يجي. اولا كابتن هو اللعبه داخل الصندوق يعني مفيش فتره الحكم حتى لو صفر محدش يقدر ابدا يبقى عنده يقين هو امتى صفر. ولكن لما نروح لللايف هنلاقي هنا بعد الكره ما عبرت هو صفر على ان هناك مخالفه لمس الكره باليد على لاعب اسوان. انت معايا يا كابتن ايمن؟ صحيح. شوف هنا الكره راحت فين؟ نرجع تاني. هنا الكره تصطدم بالصدر ثم تذهب ترتد في لاعب النادي الاهلي تروح للاعب هو نفسه ويكمل هدف صحيح مليون في المية. اولا هدف الحكم صفر بعد عبور الكره وبالتالي هنا من حق الفار يراجعه. ولكن في حاجه مهمه لو كان الحكم النهارده صفر قبل الكره ما تعبر خلاص ما يقدرش يرجع للفار وكان الهدف كان هيتم الغاء. بشكل عام بنقول النهارده محمد عادل النهارده ادار المباراه مع طاقم التحكيم بشكل جيد. اخطاء صغيره جدا ولكن لا تؤثر في نتيجه المباراه. اتمنى في المباراه القادمه ان شاء الله توفيق لكل حكامنا في المباراه الصعبه اللي جايه يا كابتن عادل. باذن الله كابتن. شكرا جزيلا وامتعتنا كالعاده كابتن نصر. شكرا كابتن. شكرا. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه النادي الاهلي والنادي اسوان المؤجله من الاسبوع 17 للدوري العام المصري الممتاز والتي انتهت فوز النادي الاهلي 3-1. الف مبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق للمباريات القادمه ان شاء الله. حابب اشكر نجوم الكبار اللي شرفونا النهارده كابتن شريف عبد المنعم. الف شكر يا كابتن شرفتنا. الف شكر كابتن ومبروك. الف مبروك. وقبل اللي جاي ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه عرابي الف شكر يا كابتن شرفتنا. شكرا ايمن ومبروك لكل الناس. كابتن علاء مهوب الف شكر يا كابتن. شكرا كابتن نورتنا. مبروك للنادي الاهلي. الله يبارك فيك. كابتن احمد بلال الف شكر يا كابتن نورتنا. ربنا يخليك كابتن ايمن الف مبروك. الله يخليك. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.